يعني أبطال قصة الطفل شنودة اللي تعبوا واللي سعوا علشان خاطر يعني يرجعوا الطفل للأب والأم ويرجعوا يعني الضنا اللي هو يعتبر أغلى حاجة في الوجود للأب والأم اللي ربوا واللي تعبوا واللي حبوا من قلبهم واللي احتضنوا من قلبهم طفل يعني لحمة حمرة صغيرة يعني احتضنوه وقدموا له كل الدعم وكل الرعاية وكل الحب علشان خاطر ينشأ في أسرة سوية تحتضنه وتقدم له الرعاية وتقدم له الحب علشان يكون فرد يعني نافع وصالح في المجتمع. احنا دلوقتي نتكلم مع حضراتكم في حوار يعني بسيط وسريع مع المستشار نكيب جبرائيل، واحد من الأبطال الحقيقيين في قصة الطفل شنودة اللي بيكلل مجهوده النهاردة بالنجاح يعني واستلام الطفل شنودة ورجوع الطفل شنودة لأبوه وأمه. احنا في البداية بنرحب بحضرتك على سيتي في، وحابين يعني باسم الناس كلها نقدم لحضرتك الشكر وكل بقى فريق العمل وكل المحامين اللي اشتركوا واللي تعبوا علشان يرجعوا طفل شنودة لبابا ومامته. ومحتاجين حضرتك النهاردة تكلمنا بقى عن شعورك وفرحتك وتقولنا الإجراءات اللي بقى ايه. احنا الحقيقة طبعا بنشكر قناة سيتي في لانها كانت اولى القنوات المتابعة لحدث الطفل شنودة، وطبعا انا ما عملتش حاجة، عملت الواجب اللي عليا انا وزملائي، لكن الحقيقة النهاردة كان يوم فرحة عظيمة جدا. يمكن احنا بعتنا لسيتي في منذ قليل بعض لقطات وانا بحتضن الطفل شنودة، ان شاء الله يعني انا هقول حاجات جديدة دلوقتي. جاء يعني المستشار القانوني لمجلس القومي للأمومة والطفولة بعت لي وقال لي انا حاليا طبقا للتعليمات الصادرة ليا بستخرج شهادة الميلاد، طبعا شهادة الميلاد بعد ما كانت يوسف عبد الله محمد هتبقى شنودة، واكد لكم هيحتفظ باسم شنودة، وايضا الديانة من مسلم الى مسيحي طبقا لتعليمات او لامر المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة. طبعا زي ما استاذ كامل قال ان القانون يتطلب وجود ممثلين عن مجلس القومي للأمومة والطفولة، حاليا في الفعل متواجد وصلوا على التو ممثلين المجلس القومي للأمومة والطفولة. طبعا هو بعض الاجراءات بتتم في بصمات بياخذوها للطفل تحت لان القانون بيقول كده عشان عدم اختلاط الانساب. الامر الثاني كمان اني بيتم اخذ اقرار على ابو امه بالتعهد برعايته تبقى تنفيذا لقرار النيابة العامة، وايضا الامر الاخير ان هو بيمضوا على اشتراطات، يعني لابد يكون مسكن، لابد ان يكون في صحيفة حالة جنائية، لابد يكون خلوه من الامراض، لابد ياخدوا دورة تدريبية لمدة 3 ايام اللي هي الاسر البديلة. هذه المعلومات كلها هتتم بعد استلام الطفل الشنودة، يعني استلم الاول وعاد اشرح للمشاهدين الكتير ان معنى استلام مؤقت مش معناها ياخدوه منهم تاني، استلام مؤقت معناها ان تستلمه وبعد كده تنهي الاجراءات المطلوبة في القانون الامومة والطفولة او قانون الاسر البديلة. فالنهارده يوم عظيم جدا، طبعا نكرر شكرنا لقضاء مصر وردا على المتربصين اللي بيقولوا كان بيشككوا. احنا في مصر قضاء عظيم، نيابه عظيمه جدا، النائب العام الانسان الفاضل مستشار حماده الصاوي، انا بكرر وشكري ليه الحقيقه لان هو بذل مجهود كبير جدا ونظر الى هذه القضيه بالاضافه الى النظره القانونيه نظره انسانيه من خلال انا بحث تقدمت بيه ومذكره كبيره تقدمت لمعالي النائب العام من 3 اسابيع تقريبا، وارفقت له فتوى الازهر اللي كانت معضده وقويه، وايضا ارفقت له شهاده بطريقه الاقباط الارثوذكس اللي حصلت عليها من انبا مرتيروس، الحقيقه كانت مهمه جدا جدا. فامامنا امرين، شهاده الازهر بتقول ان الطفل اذا عسر عليه في مكان مسيحي يعتبر مسيحي، الامر الثاني شهاده من بطريقه تدعم هذا الموقف، الامر الثالث الشهود اللي خدتهم الدياكون من كنيسه العذراء مدينه النور الاستاذ طلعت وشهود مسلمين ومسيحيين، فاكتملت عناصر القضيه ولم يعصر القضيه ما يفيد عكس ما تقدمناه، بالاضافه لتحريات الامن الوطني وتحريات الامن العام، كل هذه ساندت في اصدار قرار وحكمة وفطنة وقدرة وقوة النائب العام في استجلاء الحقيقة. ظهر القرار امس وحاليا القرار في وزارة التضامن، واتصلوا بنا التضامن الساعة 9 صباحا لاستلام الطفل. باقي انا شفته وحضنته، باقي بعض الاجراءات البسيطة جدا، ثم يذهب الى امه وابوه يرعاه ويعوضانه يعني الحرمان الشديد اللي هو كان لمدة طويلة اكتر من ساعة ونص سنة ونص كان محروم منهم. لكن انا بقول كمان ان الطفل شنودة سوف يخلد اسمه في التاريخ لان كثير من المؤسسات عجزت عن اصدار تشريعات
تعدل قانون الأسرة البديلة وتعطي للمسيحيين حق الأسرة البديلة. أنا علمت من النيابة أول أمس كنت موجود هناك إن ربما هذه القضية تفجر تشريعات كثيرة عجزت مؤسسات كبيرة مؤسسات مصرية سواء نيابية أو غير نيابية عن إصدار تشريعات. اليوم الطفل شنودة سوف يسجل اسمه في التاريخ ويسجل اسمه أحرف من نور طفل لا يقرأ ولا يكتب أي شيء وإنما أدرك أن وضع تشريعات أو حث على تشريعات ربما تكون يعني فاصلة في حياة الشعب المصري. كمان بأضيف كلمة إن أنا بشكر المصريين كلهم الحقيقة مسلمين وأقباط الحقيقة تعبوا معنا جدا جدا لأن هذه قضية إنسانية في المقام الأول لم نكن ننظر إلى قضية دينية. وبقول الشعب المسيحيين والمصريين في كل مكان في أمريكا وفي أوروبا وأستراليا أنا بشكرهم كل الشكر كانوا داعمين لينا كانوا بيصلوا من أجلنا. بعض الناس مش مشكلة لكن هم الكسر والملايين كانوا بيصلوا من أجلنا. وفي النهاية بشكر سي تي في القناة المحترمة عملنا دورنا وعملنا الواجب يعني. فمحتاجين حضرتك تكلمنا عن شهادة الميلاد اللي هيتم استلامها مع طفل شنودة النهاردة. شهادة الميلاد هتطلع الاسم الرباعي هيكون فيها ايه؟ هو الحقيقة انا علمت الاسم شنودة وانا كنت ركزت وطالبت انا الحقيقة المسؤولين في الأمور الطفولة المعهود بيهم اطلاع شهادة ميلاد وصممت ان يكون الاسم الاول شنودة على الاقل. ربما الاسم الثاني يكون برضو فاروق لكن اعتقد الاسم الثاني الثالث والرابع هيتغير. وده طبقا بس اسماء مسيحية عشان منع اختلاط الانساب فيما بعد اسماء مسيحيه والديانه مسيحيه. امرين نيابة نصت على امرين ان يكون هناك اسم رباعي مسيحي وان تتغير الديانه الى مسيحي. ده كان قرار النيابه واضح جدا اللي بنحترمه كلنا. شكرا. لو اتكلمنا عن الضمانات اللي ممكن ناخدها عشان المستقبل ما يجيش حد بعد كده في المستقبل يقول لك الطفل ده ابني الطفل ده انا اللي لقيته الاول الطفل ده انا اللي خلفته. ايه الضمانات اللي ممكن تتاخد علشان خاطر نقفل الباب ده خالص؟ ما انا بقول طفل باكي سنة ونصف طفل احاسيسه ضاعت بين اغراب كما قالت الدكتورة دوري شرف الدين. هذا الطفل المعجزة وانا عشان بقول السي في ان انا بعمل كتاب يظهر بعد 20 يوم اسمه الطفل الباكي شنودة. فانا عايز اقول هذا الطفل غير تشريعات خلاص. التشريعات مش مشكلة تكون في مجلس النواب. التشريعات زي ما القضاء يعني احنا عرفنا وانا كنت رئيس محكمة ورئيس نيابة عارف الكلام ده كله. الواقعة بتبقى قاعدة في محكمة النقض لما في واقعة وبيصدر بها حكم او بيصدر بها قرار من النيابة العامة تكون بمثابة قاعدة قانونية. فالطفل شنودة وضع قواعد قانونية هياخد بها المشرع. أنا بشكرك جدا سيادة المستشار. شكرا جزيلا. شكرا جدا المستشار نجيب جبرائيل كان معانا في يعني مداخلة على الهواء مباشرة كلمنا فيها عن الإجراءات القانونية الباقية لاستلام الطفل شنودة لأسرته وتسلمه لأسرته من هنا من داخل وزارة التضامن الاجتماعي.